احذر وانتبه أيها المسلم ثلاثة أوقات لا تصلي فيها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ما تقوليش انت هتحرم علي الصلاة كمان لا ده احنا بنلتزم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ايه هي الأوقات دي ويا ترى ايه نوع الصلاة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تابعون السلام عليكم ورحمة الله معروف لكل مسلم ان الصلاه فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ومعروف كمان ان الفرائض الخمس اللي فرضها ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم لها اوقات بدايه ونهايه ومعروف كمان ان في صلاه اسمها صلاه التطوع او اللي احنا بنقول عليها كده حصلي لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انك صلى في اي وقت كما تشاء ما عدا ثلاثه اوقات والثلاثة أوقات دي على سبيل الإجمال لأن لما تيجي في التفصيل بعد كده هتلاقيهم خمسة مش ثلاثة بس وهذه الأوقات الثلاثة ذكرها عقبة بن عامر في الحديث المشهور حين قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا يعني ندفن فيها الموتى أو نصلي عليهم فيها صلاة الجنازة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الاوقات الثلاثه دي او الخمسه بالتفصيل من بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس ومن حين طلوع الشمس حتى تشرق قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس كمان ربع ساعة كده تقريبا والوقت الأخير حين يقوم قائم الظهيرة يعني تتوسط الشمس في كبد السماء وتبدأ في الميل إلى الجهة الأخرى إلى أوقات دي نهانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا طيب جميل جدا واحد هيقول لي إيه الحكمة بقى من أن النبي ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال أن الشمس عندما تشرق تشرق بين قرني شيطان وحين تغرب تغرب بين قرني شيطان، وعباد الشمس يبدأوا بالسجود في هذه الأوقات للشمس والشيطان يقف اتجاه الشمس في هذا الوقت حتى يظن بكبريائه وغروره أنهم يسجدون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعًا للتشبه بالكفار وسدًا لذريعة الشرك نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات. جميل؟ جميل، لا خد الاجمل بقى، هل أي صلاة منهي عنها في هذه الأوقات ولا صلاة معينة؟ الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع أو اللي بنسميها كده أنا بصلي لله، الصلاة لله اللي ما سبب ولا لها وقت معين، ما تصليش في هذه الأوقات صلاة تطوع أبداً. هتقولي بس أنا لو عايز أصلي الظهر مثلاً في الوقت ده، أو أنا صحيت متأخر شوية عن صلاة الصبح ما ينفعش أصلي الصبح، أقول لحضرتك لأ. الصلاة المنهى عنها في هذه الأوقات هي التطوع أما صلاة الفريضة صليها في أي وقت قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك واحد حيقول لي افترض أن أنا دخلت المسجد في الوقت ده ينفع أصلي ركعتين تحية المسجد ولا أعود على طول لا أقول لحضرتك صلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت في أي وقت ما فيش أي مشكلة واحد هيقول لي أنا أحيانا بدخل مكة في الوقت ده رايح أعمل عمرة أو رايح أحج فعايز أصلي ركعتين الطواف برضو منهي عنهم في الأوقات دي أقول لحضرتك لا ركعتي الطواف تصليهم في أي وقت شيء ما دام أنت دخلت إلى المسجد الحرام واحد هيقول لي طب في جنازه بعد العصر والناس بتصلي عليها بعد العصر ورايحه تدفنها بعد العصر هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ هنا اختلف العلماء على رأيين والافضل والاولى والارجح ان انا لا اصلي في هذا الوقت على الجنازه ولا ادفن الميت في هذا الوقت، وانما اصبر شويه بعد المغرب او اخليها بعد الظهر او اخليها بالنهار مفيش اي مشكله، لكن لو في ضروره ملحه أو الميت مات من فترة طويلة وقعدوا فترة طويلة على ما دفنوه أو كان في مستشفى وجاي متأخر وممكن الرائحة تخرج أو نحو ذلك فلا مانع أن احنا نأخذ بالرأي الآخر إلا أجاز الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات ودفنها أيضا في هذه الأوقات هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقلنا صلاة التطوع أو صلاة الجنازة على الرأي الأرجح والأقوى حضرتك بقى التزم بيها تعلمها كويس علمها لغيرك وانشرها علشان تاخد اجر تعليم الغير من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه والسلام